الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلزلنا مع شرح قطر الندى، وصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى المفعول فيه. والمفعول فيه هي التسمية القديمة، ثم قيل لها الظرف. ما هو المفعول فيه؟ هو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه، كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. إذن المفعول فيه إما اسم زمان وإما اسم مكان، والذي اصطلحنا عليه باسم ظرف زماني وظرف مكاني. سلط عليه عامل على معنى فيه، صمت في يوم الخميس وجلست في أمامك. إذن كأنك تقول صمت في اليوم وجلست في الأمام. وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف كلمة يوما، قوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لماذا؟ لأنه لا يصلح تقدير فيه قوله إنا نخاف من ربنا في يوم. إذن هناك في اليوم ليس ثم خوف، وهذا غير صحيح، وإنما هم يخافون اليوم كله. لذلك يقول الشيخ فإنه وإن كان زمانا، أي كلمة يوم، لكنه ليس على معنى فيه، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم. فلهذا أعرب مفعولا به إنا نخاف يوما، إنا نخاف يوما. أيضا ليس منه قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. كلمة حيث فإنه وإن كان مكانا لكنه ليس على معنى فيه، لأن قلنا هنا سلط عليه عامل على معنى فيه. فكلمة يوما في إنا نخاف من ربنا يوما، هم لا يخافون في اليوم، هم يخافون اليوم كله. حيث وإن كانت مكانا لكن ليس فيها تقدير فيه، لذلك نقول لكنه ليس على معنى فيه، وأن الله تعالى يعلم نفس المكان المستحق أن توضع الرسالة فيه. فلهذا أعلم مفعولا به. وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل رسالة. وأنه ليس منها أيضا نحو أن تنكحوهن، قول تعالى وترغبون أن تنكحوهن، لأنه وإن كان على معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا. إذن لابد من أن تجتمع هذه الأمور، أن يكون اسم زمان أو اسم مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. ما يقبل انتصاب على الظرفية وما لا يقبل. الآن عندنا واعلم أن جميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، ولا فرق في ذلك بين المختص منها ما يقع جوابا لمتى كيوم الخميس، والمعدود ما يقع جوابا لكم الأسبوع والشهر والحول، والمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منها كالحين والوقت. إذن أسماء الزمان سواء مختصة سواء معدودة سواء مبهمة كلها تنصب على الظرفية. صمت يوم الخميس، زرتك أسبوعا، مشينا حينا، هذه كلها تصلح أن تكون مفعول فيه. لكن أن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما، إلا ما كان مبهما، أي ليس مخصوصا ولا معدودا. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الأمر. الآن أنواع المبهم من أسماء المكان. إذن عندنا هنا قلنا وأن أسماء المكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. ما هو أنواع المبهم من أسماء المكان؟ عندك أولا أسماء الجهات الست: الفوق والتحت واليمين والشمال وذات اليمين وذات الشمال. أسماء المقادير المساحات: ما كان مصوغا من مصدر عامله. الآن عندنا
يقول الشيخ: أسماء الجهات الست، إذا نأخذها واحد: الفوق والتحت، والأعلى والأسفل، واليمين والشمال، وذات اليمين وذات الشمال، والوراء والأمام. قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، قد جعل ربك تحتك سرية، والركب أسفل منكم، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكان وراءهم ملكا. الآن عندنا وعكسهن، أشرت بذلك إلى الوراء والتحت والشمال. إذن الفوق يقابله تحت، الأعلى يقابل الأسفل، اليمين يقابله الشمال. نحوهن أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستا لكن ألفاظها كثيرة، وما يلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناه كعند ولدا. إذن هذا رقم واحد، أسماء الجهات الست. الآن عندنا أسماء مقادير المساحات كالفرسخ والميل والبريد، هذه كلها سرت ميلا مشيت بريدا، هذه كلها مقادير المساحات. الآن مصوغا من مصدر عامله، جلست مجلس زيد، فالمجلس إذن عندنا مشتق من الجلوس الذي هو مصدر لعامله جلست. ولو قلت ذهبت مجلس زيد أو جلست مذهب عمرو لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. إذن عندنا لا بد أن يكون مصوغا من عامله، جلست مجلسه، ومنها قوله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد مشتقة من نقعد. إذن أما ذهبت مجلس، المجلس وذهب ليس مشتقا منه. الآن عندنا المفعول معه، عندنا المفعول معه. المفعول معه لما نقول هو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعنى. الآن سنأخذ التفصيل. لما قلنا اسم خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنه على معنى الجمع. والجملة الحالية: جاء زيد والشمس طالعة. إذن فهي هنا ليس باسم ولكنها أو لكنه جملة. إذن لما قلنا اسم خرج الفعل المنصوب بعد واو المعية والجملة الحالية. لما قلنا فضلة، اسم فضلة بعد واو، إذن اشترك زيد وعمر، فإنه عمدة لأن الفعل اشترك لا يستغني عنه. إذن كلمة عمر لو قلت اشترك زيد وسكت لأصبح الكلام ناقصا، فكلمة وعمر، فعمر هنا ليس فضلة بل عمدة، لأن كلمة اشترك تحتاج إلى اثنين. لما قلنا الواو ما بعد مع: جاءني زيد مع عمرو، وما بعد الباء: بعتك الدار بأثاثها. إذن كلمة مع والباء فإنها تدل على معنى الاشتراك، لكن نحن نصصنا على الواو، فلا بد في المفعول معه أن يكون بالواو. لما قلنا إرادة التنصيص على المعية: جاء زيد وعمر، هنا مجرد العطف لم نقصد المعية، وهذه سنأخذها إن شاء الله في باب حروف العطف. لاحظ قولنا مسبوقا بفعل، هذه نقطة، عندنا الفعل وعندنا اسم فيه حروف الفعل ومعنى الفعل. لاحظ: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نعم، أو ما فيه معنى الفعل: أنا سائر والنيلة. إذن أنا سائر مشتق من سرت، فسرت حرف السين والراء، إذن سائر فيه السين والراء، إذن فيه حروف الفعل وفيه معنى الفعل وهو المشي.
يقول الشيخ: ولا يجوز النصب في قولهم كل رجل وضيعته، لا يجوز وضيعته لا يجوز، خلافا للصيماري، لأنك لم تذكر فعلا كل رجل، لا يوجد فعل ولا ما فيه معنى الفعل، كل ليس فيها معنى الفعل. وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو أشير، لكنه ليس فيه حروف هذا الفعل. نعم، عندنا الآن حالات الاسم الواقعة بعد الواو المذكورة. عندنا الواو قد تكون للعطف، قد تكون للنصب، وقد تكون للاستئناف وما شابه ذلك. إذن أحكامها كثيرة، لكن هنا نتكلم عن الاسم الواقع بعد، إذن حالات الاسم الواقع بعد الواو المذكورة للاسم الواقع بعد الفعل أو ما فيه المعنى الفعل. عندنا الفعل ومعنى الفعل، عندنا ثلاث حالات: أن يجب نصبه على المفعولية، أن يترجح المفعول معه على العطف، أن يترجح العطف ويضعف المفعول فيه. نأخذ يجب نصبه: أن يجب نصبه على المفعولية، وذلك إذا كان العطف ممتنعا، إذا كان العطف ممتنعا. عندنا المانع إما معنوي وإما صناعي. لاحظ المعنوي: لا تنهى عن خلق، عن القبيح وإتيانه، لأنك المعنى على العطف لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض. لما تقول لإنسان لا تنهى عن القبيح، لا تنهى عن إتيان القبيح، هذا أصبح تناقض، أن تنهاني عن الشيء وتنهاني عن ضده، لكن على هذا على العطف. أما إذا على المعية: لا تنهى عن القبيح مع إتيانك إياه، إذن هنا يجب النصب. عندنا مانع صناعي: قمت وزيدا. هنا نقول لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، يعني لا يجوز تقول قمت أنت وزيدا، قمت أنا وزيدا، لا بد أن تعيد الضمير: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. طبعا يقول الشيخ: مررت بك وزيدا لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، يعني لا بد أن تقول مررت بك وبزيد، ومنها قوله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. يقول الشيخ: من النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، فعلى قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما. الآن يترجح المفعول معه على العطف، وذلك نحو قولك: كن أنت وزيدا كالأخ. لماذا؟ قال: ذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن لازم أن يكون زيد مأمور، إذن أن يكون زيد مأمورا، وأنك لا تريد أن تأمره، يصير الكلام كن أنت وزيد، كأنك أمرت زيدا وأنت في الحقيقة لم تأمر زيدا، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ. فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحال. وقد استفيد من تمثيل بكن أنت وزيدا كالأخ أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله فقط لا على حسبهما، يعني لما قال كن أنت و أنت مفرد إذن كالأخ، لو قال كن أنتما وفلان كالأخوين، إذن ما قبل واو المعية إن كان مفردا الطلب يكون مفرد، وإن كان مثنى يكون الطلب مثنى، وهكذا. هذا معنى قولي أن ما بعد المفعول معه يكون على حسب ما قبله لا على حسبهما، وإلا لقلت كالأخوين. هذا هو الصحيح، وممن نص عليه ابن كيسان: والسماع والقياس يقتضيانه، وعن الأخفش: إجازة مطابقتهما قياسا على العطف وليس بالقوي. الآن عندنا يترجح العطف، إذن يترجح يجب النصب، يترجح النصب
يترجح العطف ويضعف المفعول معه، وذلك إذا أمكن العطف بغير ضعف في اللفظ ولا ضعف في المعنى، نحو قام زيد وعم، لأن العطف هو الأصل ولا مضعف له، فيترجح والله أعلم.